بعد حصار دام لأكثر من شهر، تمكنت ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح من اجتياح مدينة التواهي خلال النصف الأول من العام 2015. وكان تلفزيون وإذاعة عدن أهم المؤسسات تضررا بذلك الاجتياح. هذه ميليشيا قتل وعدوان، هي ميليشيا تدمير، لا يهمها الإنسان ولا يهمها البنيان ولا يهمها الأمران، يهمها أن تحكم، يهمها أن تسيطر، لا يهمها شيء، يعني حتى إذا كلف ذلك أن تقتل الحجر والشجر. يعني وهذا دليل يعني من إطلاقها، ضربها العشوائي بالقذائف بالدبابات بشكل عشوائي، بقتلها المدنيين. لم يكن اجتياح التواهي جنوبي العاصمة المؤقتة عدن بالأمر السهل، وما كان ليحدث لولا عنف القصف وشدة الحصار الذي فرضته الميليشيا على هذه المنطقة التي توصف بأهم مدن عدن ومركزها السياسي والعسكري. صعوبة الدخول إلى مدينة التواهي بحسب الطبيعة الجغرافية التي تتكون فيها مدينة التواهي التي يحيط بها الجبال وكذلك البحر، لم تستطع هذه الميليشيات الدخول بسهولة إلى هذه المدينة. عملت على حصار هذه المدينة حصار شديد، يعني لمدة طويلة استمرت لشهرين، لم تسمح لدخول الماء أو دخول الغذاء إلى هذه المدينة، قطعت الكهرباء، قطع كل شيء، يعني حاولت أنها تقطع الحياة تدريجيا بعد عدم قدرتها على دخول هذه المدينة لتعاقب الناس الساكنين داخلها وللسيطرة على الأماكن الاستراتيجية التي منها قناة عدن الفضائية. في الخامس من مايو أيار 2015 توقف بث قناة عدن الفضائية، آخر ما تبقى من إعلام رسمي للدولة وصوتها الوحيد في مواجهة الانقلاب. كانت الميليشيا حينها قد سيطرت وبشكل كلي على مدينة التواهي، خامس مدن العاصمة المؤقتة عدن وأهم المرافق البحرية التي تربط بين الأطراف الجنوبية والغربية للمدينة. قبل سقوط التواهي كان الطاقم المناوب في تلفزيون عدن قد أوقف البث بطريقة فنية لا تسمح للميليشيا باستخدام هذه المؤسسة الإعلامية ولا تمكنها من إعادة تشغيلها. في الفترة الذي قاموا باقتحام مدينة التواهي كان الشباب ما زالوا متواجدين في تلفزيون عدن، أبناء تلفزيون عدن من المتعاقدين والموظفين، في كان اتفاق تنسيق مسبق معهم على أساس أنه إذا حصل وأنه تم اقتحام التواهي يتم فصل بعض الأجزاء، يعني خطوط التغذية، الكهرباء للتلفزيون، بعض الأجزاء الفنية، بحيث أنه يصعب عليهم أنه يقوموا بعملية البث. هذا ساعد كثيراً أنه أول ما وصلوهم ودخلوا التلفزيون حاولوا يشغلوه لكنهم ما استطاعوش، لأنهم نزلوا كعسكر ماشي معهم كان فنيين أو تقنيين. حاولوا بعد كذا أنه يستقلوا عدد من الشباب بحيث أنه يعمل معهم، برضه ما كانش فيه أي أمل أنه حد يتعاون معهم، فاستخدم المبنى فقط كثكنة عسكرية
لا أقل ولا أكثر. أحد الزملاء الكهربائيين قام بفصل الفيوزات عن المولدات التي عندما دخلوا الحوثة إلى المبنى لم يجدوا المولدات شغالة، ويعني يلعب في الأرقام الدفرنسية حقها والتشفير حتى أنهم لم يستطيعوا تشغيلها. وأمام عجزها عن إعادة تشغيل القناة، كانت ميليشيا الحوثيين والمخلوع صالح تقدم كل الإغراءات لاستقطاب طاقم العمل. اتصلوا بنا يعني يشوفون هنجي نشتغل، يعني يومنا ب200 دولار والبعض ب100 دولار، يعني ما أدريش كيف حصلوا على أرقامنا من التحويلة. في أرقامنا كانت مرصودة أصلا في دفاتر لسهولة التواصل بينها البين، فما أدريش هل هذا الدفتر كان موجود مع يعني في ذيك اللحظة، ما كيف وصلوا إلى أرقامنا ما لا أعلم، ولكنهم اتصلوا بي يعني يرودي منه أن أنا أوصل للتلفزيون وبمبالغ يعني خيالية، يعني 200 دولار في اليوم يعني مكسب كبير، ولكني أثرت ألا أعمل معهم. كيف يعني نحن كنا نعمل في اتجاه أو في عمل، وكيف نغير اتجاهنا، يعني مسألة مبدأ كانت لدينا. طبعا أنا متواصل مع المؤسسة في الصنعة، أتواصل مع الشباب، جاءوا لي وتكلموا معي أنه الجماعة يطلبوا أنك تعال لقنا واستلم التلفزيون. أنا كيف أستلم مبنى هو مش بحمايتي؟ أنا مش مسؤول عنه. إذا أنا استلمت مبنى وغيري يحميه فممكن يحصل أي شيء تحت مسؤوليتي، شيء طبيعي أن أنا برفض. هذه واحد. ثاني حاجة، إذا أنا أجيت إلى هنا فشيء طبيعي برضو أنه بيضغطوا عليك بأي طريقة، تمام، بحيث أنك تعيد تشغيل المبنى. إذا كانوا شغلوا قناة عدن، تمام، قناة عدن شغالة هنا من عدن، هم عادوها في صنعاء شغلوها، فإيش توقع أنه يحصل هنا في عدن؟ الكل هرب، يعني حتى أن الميليشيات لا تجبر أحد على أن يعمل، فتفرق الكل، منهم من نزح إلى محافظات مجاورة، منهم من نزح خارج البلاد، منهم من يعني لم يعد، وإلى الآن يعني لم يعد أحد. التلفزيون كان لديه أجهزة حديثة وكان لديه مكتبة وإرث ثقافي كبير. أيام عصيبة وظروف صعبة عاشها موظفو تلفزيون عدن قبل وأثناء اجتياح التواهي، لا تكاد تمحي من ذاكرتهم تلك المشاهد الأليمة للحرب الآثمة. عملنا رافقه الكثير من المعوقات، كان من أهم تلك المعوقات هي وجود القناصة فوق الجبال. يعني في يوم من الأيام كنا نحن موجودين في الإدارة وفي فترة متأخرة الليل، يعني كنت أعد البرنامج السياسي الصحافة اليوم، وأثناء إعدادي للبرنامج استمعت إلى طلقات رصاص تأتي إلى الإدارة العامة للأخبار، يعني في شباك الإدارة. قمت بإطفاء الإنارة في الغرفة فهدأ الإطلاق. كان كل من يخرج من مبنى التلفزيون لا يعود، يعني يخرج ثم حين يحاول العودة لا يسمحون له بالعودة، يطلقون الرصاص يعني إلى بين الرجل فلا يعود. فنحن انتظرنا يعني حتى اليوم الأخير وبعد أن تقلص أيضا العدد أكثر، فأنا يعني شخصيا في ذلك اليوم يعني كنا خلاص، نحن يعني الجميع يقول بأن التواي خلاص سقطت، يعني لأنه الميليشيات اقتربت أكثر فأصبحت قاب قوسين وأدنى من مدينة التواهي، فأخذ الكل يغادر. كان في قناصة كانت موجودة حتى الأيام الأخيرة بعد تحرير عدن، كان معنا إغاثة جبناها من إنماء ومرينا على المعلة وعدن، وكان معنا التواهي كان وجد قناصة في عقبة حجيب لم نستطيع الدخول لها، واضطرينا أن نلف من جهة النفق من القلوعة. يعني كان هناك في قناصة موجودين في جبل العين كما قالوا الزملاء، وبعدين تقدموا من نواحي عدة إلى فندق الصخرة، وكانوا يضربوا حتى بعض الزملاء، يعني وصلت الضربات إلى بين أرجلهم في اللحظات الأخيرة وهم يفروا إلى اتجاه البحر وأخذوا زوارق إلى مدينة البريقة. حوصروا كغيرهم من سكان المدينة وحرموا من أبسط مقومات الحياة. اشتغلنا في أيام خطرة وفي أيام عصيبة، اشتغلنا بدون مقابل، اشتغلنا في أيام يعني كنا لا نملك يعني حتى وجبة واحدة، لم نستطع يعني الخروج من المبنى، المطاعم قفلت أبوابها، الأسر نزحت، البقالات قفلت، يعني لا يوجد شيء للحياة كان في تلك الأيام، يعني سوى شيء يسير الذي كنا نعيش عليه. في تلفزيون عدن كان لهم الشرف بأنهم صمدوا إلى قبل
يومين من دخول الحوثة عندما فقدنا ديزل ولم يكن موجود، كان الشباب موجودين ويعملون بصمت وبقوة، كنا نعمل ليل نهار، حيث يبدأ البث من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 بعد قبل منتصف الليل. وكان عملنا هو دعم المقاومة، وكان لنا برامج تتواصل مع مختلف الفئات مثل برنامج عدن اليوم واللي تحول بعد ذلك إلى اسم آخر مع الناس. وكان تلفزيون عدن يعمل بإمكانيات ضئيلة وطاقم محدود يتناقص يوميا بفعل الحرب والحصار. كل حصار اشتد، ومع كل يوم كان العدد يتناقص داخل قناة عدن الفضائية. كان الناس في مدينة التواهي ينزحون عبر البحر إلى مدن أكثر أمنا وأكثر توفر للمواد الضرورية كالغذاء والدواء. بدأ العدد يقل، هناك العديد من العاملين الذين يسكنون في مناطق أخرى غير التواهي لم يستطيعون الوصول إلى التواهي بسبب الحصار كان المفروض، فكان من يشتغل داخل قناة عدن في التواهي هم الذين يسكنون في التواهي، وعدد بسيط يعني من الذين كانوا ينامون داخل مبنى التلفزيون. تقلص عددنا حتى وصل إلى يعني حوالي 10 أشخاص كانوا يشتغلون داخل قناة عدن، وكان الشخص الواحد داخل قناة عدن يعمل أعمال أشخاص كثيرة. يعني إذا كان مثلاً يشتغل معد ومقدم ومحرر وممنتج ومنفذ وصوت، كان الشخص الوحيد هو يعمل كل هذه الأشياء. حتى أن احنا في قناة عدن يعني العشر الأشخاص هذه لم نكن نذهب إلى البيوت، أصبح مبنى تلفزيون عدن هو منزلنا يعني الوحيد. كانت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تدرك جيدا أهمية الإعلام ودوره الفعال في تعزيز صمود عدن ورفع معنويات أبنائها المقاومين، فكان تلفزيون عدن أول المباني احتلالا أثناء اجتياح التواهي، كما كان قبل ذلك الأكثر حصارا واستهدافا. طبعا مبنى تلفزيون عدن بكادره الذي كان موجود شكل يعني ركن أساسي من المقاومة اللي كانت قائمة. المقاومة كانت بالسلاح، المقاومة كانت بالمواطنين المتواجدين، المقاومة كانت بالإعلام، فكان يقدم رسائل قوية ويفضح أشياء كثيرة كانت متواجدة على الساحة من خلال بعض البرامج اللي كانت موجودة والاتصالات المباشر اللي كانت تقوم فيها، فكان من الضروري إسكات هذا الصوت، لذلك تم استهدافه أكثر مرة. تلفزيون عدن يعني صدع برسالة إعلامية قوية وجهت لطمة إلى المتمردين بأن هذا المنبر لن يتوقف عن حماية الشرعية، وبت رسالة الشرعية من خلال الكلمة الصادقة، من خلال الحقيقة، من خلال الوقائع الموجودة. نحن خلال الفترة هذه يعني غطينا جميع الفعاليات، ما تركناش أي فعالية، عرضنا أنفسنا لكثير من الخطر، أنا وزملائي تعرضنا لكثير من الخطر مقابل أن احنا ننقل هذه الحقيقة. نحن في ذلك الأيام يعني صمدنا وحاولنا أننا نكون لسان حال الشرعية في ذلك الوقت، لأن كل القنوات الحكومية الموجودة في صنعاء تم السيطرة عليها، وإضافة إلى وكالة سبا وجميع الصحف، لم تتبقى إلا قناة عدن الوحيدة التي كانت لسان حال الشرعية، لسان حال المقاومة، ونحن أردنا أن نصل بصوت المقاومة ونصل بصوت الحكومة الشرعية إلى العالم من خلال تلفزيون عدن. التلفزيون عدن خلال هذه الفترة، خلال 120 يوم، لعب دور كبير، شهدت له الناس، شهدت له المواطنين، وكان بالفعل عندما يسمع المواطن أن التلفزيون شغال يحس أن هناك في مقاومة، عندما يسمع أنه المذيع الفلاني طلع وبدأ برنامج يحس مقاومة، عندما يسمع نشرة الأخبار ويشاهد أن المقاومة صامدة وأن هناك من الشباب من ضحوا بأرواحهم، نقل الحدث بآنيته. استهداف تلفزيون عدن بدأ فعليا قبل سقوط مدينة التواهي بأكثر من شهر، وتحديدا مطلع شهر إبريل نيسان، عندما تعرض تردد بث القناة للقرصنة من قبل ميليشيا الانقلابيين في صنعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم ونورد لحضراتكم هذا البيان الهام الصادر عن اللجنة الأمنية العليا إقليم عدن. بيبين والتي تشتهر بالعنب الأسود، وكذلك منطقة بني جبر وورور، يعني هذه المناطق تشتهر بزراعة العنب الجبري البياض. وخلال تلك الفترة أيضا
كان مبنى تلفزيون عرضة للاستهداف من قبل الميليشيا المتمركزة في المعلى. خلال فترة الحرب عندما اشتد الحصار على مدينة تواهي استهدف المبنى أكثر من مرة، حاولوا ضربه من منطقة حقيف من المعلة لكن ما كانش الضربة تجي فوق مباشرة، كثر الاشتباكات والضربات اللي كانوا يقوموا فيها أدت إلى اهتزازات. طبعا معروف أن المبنى يحتوي على أجهزة إلكترونية، فالاهتزازات هذه تأثر عليها، سبب سقوط الأجزاء من الديكور السقف حق بعض الغرف إلى الأسفل. مبنى خفر السواحل الذي هو محادي لمبنى التلفزيون تعرض لقصف شديد، وليس عنيف، شديد، يعني بحيث أنه دمر المبنى، ترى الأسقف مفتوحة على بعضها من الصواريخ اللي نزلت عليها. طبعا موقع سقوط الصواريخ يحاديه الأرشيف الأخباري للأرشيف الأخباري لتلفزيون قناة عدن، مكتبة تلفزيون عدن من الخلف، التكييف، إدارة التكييف وأجهزة التكييف الموجودة يعني تجاور هذه المنطقة، تعرضت هذه جميعها إلى الضرر، وضرر غير عادي، ضرر يعني بليغ، تحطمت النوافذ، تخلعت أجهزة من مكانها، أشياء كثيرة تعرضت في القناة، ولكن القناة تستطيع العمل من خلال فحصنا الأخير الذي قمنا به للمرة الثانية. نؤكد بأن القناة جاهزة للعمل، ولا تستطيع أي جهة تكميم أفواهنا. أضرار فنية كثيرة حالت دون إعادة تشغيل مبنى تلفزيون عدن منذ أكثر من عام ونصف، لكن الأسوأ من ذلك الأضرار النفسية التي لحقت بالموظفين جراء التوقف غير المبرر لمصدر دخلهم الوحيد وتعثر عودتهم للعمل. معروف طبعا تلفزيون عدن بتاريخه كان هو الثالث على مستوى، الرابع على مستوى الوطن العربي، الأول على مستوى الجزيرة، الكثير من القنوات الخليجية والعربية وذا استفادت من الكادر اللي موجود هنا، يعتبر مدرسة، مدرسة بكل ما تحمل المعنى من كلمة. برضو ليس بس تلفزيون حكومي أو رسمي، بل هو أكاديمية تعلم الشباب، فمنهم من يأتي ويبدأ في يتعلم التصوير ويصير مصور أو مخرج أو فني مونتاج أو محرر أخبار أو معد برامج. قناة عدن خدمت المجتمع منذ فترات الاحتلال وإلى يومنا هذا لا زالت تخدم المجتمع، حاولت بشتى السبل والطرق أن توجه الرسالة الإعلامية الهادفة التي من خلالها يستفيد المجتمع، ومن خلالها تصل الرسالة الإعلامية إلى المستهدفين من الجمهور. للأسف الشديد توقف تلفزيون عدن خسارة كبيرة، ليس للموظفين فقط بقدر ما هو خسارة للحكومة الشرعية المتواجدة في عدن الآن في معاشيق، التي لم تهتم إسهاما فعالا وجدي وصادق في إعادة البث لتلفزيون عدن. أن يبقى تلفزيون عدن مغلق يعني أن سياسة الإعلامية الشرعية قد فشلا ذريعا، وهذا أقوله بصراحة وبدون أي مجاملة، لأننا خلال هذه السنتين لم نشعر أن هناك جدية في إعادة البث. إعادة البث يعني إعادة الروح لتلفزيون عدن، إعادة تشغيله، إعادة الطمأنينة للمواطن اليمني أن هناك في إعلام رسمي داخل مدينة عدن. مستحيل أنساك والله مستحيل، أنت لي وحدك ولا غيرك بديل. مستحيل أنساك. قبل أكثر من عامين كان هذا المبنى يحكي قصة أقدم تلفزيون في شبه الجزيرة العربية وأقدم مكتبة وثائقية لتاريخ اليمن، لكنه اليوم شاهد على جرائم حرب لميليشيا مرت من هناك.